بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم مجددا على قناتكم التربوية يوسف البداوي. موضوعنا سوف يكون حول طريقة ولوج واستعمال منصة الدراسة عن بعد الخاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمسيك الدار بيضاء. إذا أولا نقوم بفتح هذا الرابط هذا الذي سوف تجدونه أسفل هذا الفيديو، ثم نقوم بالضغط على Apprentissage à distance. إذا كتفتح لنا هذه النافذة ديال Model، بعد ذلك نقوم بالضغط على Connection. إذا ستكون عندنا هذه الصفحة هذه. إذا لمن سبق له أن قام بالتسجيل في موقع الكلية فيكفي أن يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور مودباس، ومن لم يسبق له أن قام بالتسجيل في موقع كلية الآداب والعلوم الإنساني بالمسيك فعليه أن يقوم بفتح حساب. إذا نضغط على كريي أن كونت، إذا هنا لدينا الاسم العائلي بطبيعة الحال اللغة الفرنسية، ثم هنا كلمة المرور. بالنسبة لكلمة المرور فيجب أن تأخذ بالمعايير التالية الموجودة في الأعلى، هنا البريد الإلكتروني، هنا إعادة كتابة البريد الإلكتروني، هنا الاسم الشخصي، هنا المدينة، هنا البلد بطبيعة الحال المغرب. إذا هنا نضغط على كريي مون كونت. إذا هنا نتلقى رسالة confirmer votre enregistrement. هنا تلقاو رسالة un message a été envoyé à l'adresse de courrier. غادي نمشيو هنايا سوف نقوم بفتح البريد الالكتروني الشخصي من اجل تأكيد الانخراط بموقع كلية الاداب والعلوم الانسانية بنسي. نقوم بالضغط على هذا الرابط من اجل تأكيد التسجيل بموقع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمسيك. إذا هذا كل ما يتعلق بطريقة الولوج أو التسجيل في موقع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمسيك الدار البيضاء. إذا نلتقي في الجزء الثاني حول كيفية الاستعمال. إذا بعد ما شفنا كيفية التسجيل بموقع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمسيك، هنشوف الآن كيفية الاستفادة من هذه الخدمة. إذا أولا كنفتح هذا الموقع، ثم سنضغط على Apprentissage à distance. إذا بعد ذلك نقوم بالضغط على Connection. إذا هنايا تندخلو اسم المستخدم اللي دخلناه قبيلة، ثم كذلك كلمة المرور. بعد ذلك نقوم بالضغط على كونيكسيون. إذا هنا كما تلاحظون يظهر اسم المستخدم، الاسم الكامل بطبيعة الحال. إذا هنا لدينا شعب التاريخ والفلسفة والجغرافية والدراسات العربية، ثم هنا نقوم باختيار. إذا هنا مثلا لدينا الدراسات الإسلامية، هنا لدينا الفصل الثاني، الفصل الرابع، الفصل السادس، ثم الفصل السادس وساطة اجتماعية. إذا مثلا هنا نختار مثلا الفصل الثاني نضغط عليه. إذا عندي هنايا لدي هنا أسماء للأساتذة، هنا مدخل لدراسة العلوم الإنسانية، ثم فقه العبادات، هنا علم الحديث، وثم هنا علم القرآن. ختاما نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.